سلميه وسلميه، وحنا سلميه وغنحافظوا على المعاهدات. اخي قبيله راه ما عرفت كل راه طرزغ من شعري قال لك حنا غنكرو الدين. لا خاي، حنا غنبقاو على مبادئنا، وحنا دوله والدوله غتبقى واخا يتغير النظام. ما معنى الدوله؟ الدوله هو المؤسسات، هو انا وانت والاخر والاخر ومؤسساتنا. الدوله غتبقى غير هو نظام المؤسسات غباغينو يتغير، والعلاقات اللي عندنا غير راه بلطجيه، راه باينه البلطجيه باينه كتضحك. لا البلطجيه ما عندهم حتى البلطجيه في المستوى اجونكي، ما كاين حتى في المستوى. شو كي كيردوا كتقعد له كتعطي على شي دور كترد على كتكتب انا اختيكل ولا كتجاوب، ما عندهم غير خيخي خيخي، والاخرين خايفين راهم مخبعين، الاخرين خايفين ما راهم مخبعين. دابا البارح شنو وقع في خريبكه؟ الناس في خريبكه بغاو يخدموا كتعرفوا. حنا تنعاودها لك نهار اخر، حنا بنيون هبلتي انت اغماسين. اجي خويا عندي تاكل الحريره كل نهار، ما كتحش انا حلال حلال بمليون، اجي تاكل الحريره اليوم نديرها لخويا، الدنيا هانيه. حريره بمليون ما عندناش، بغيت نحل انا حريره بمليون، واش انا؟ تحيه طيبه للجميع. بالنسبه للشباب، الشباب يعني تجاوز الحاكم المستبد، والحاكم المستبد كنشوفه الآن والمتأخر. الأحزاب لا يعاون عليها، وهي مشاركة في اللعبة. يعني هذه 12 سنة نحسبوا غير الأيام اللي تولى على الحكم ديال محمد السادس، 12 سنة هذه. يعني لما جينا نشوفوا 12 سنة كاين هنا الحكومة وكاين المعارضة، الكل مشارك في الحكم، لأن حتى المعارضة عندها دور. فلهذا 12 سنة لا حكومة لا معارضة، والأحزاب كما قلت سابقا هي لا يعون عليها، وهي قابلة لهذا الحكم الاستبدادي والصلاحية اللي عنده، وهي لا يجوز أن تناقش الحاكم، لأن تعرف الدستور كيمنعها باش تناقش الحاكم. فلهذا لا يعون عليها، هي غير لعبة. احنا كنشوفوا بعض الدول المتقدمة كتلقى راه يلاه عندهم جوج الأحزاب، احنا عندنا الأحزاب كتر منا، كتر من وظائف العمل. ثم الشباب اللي خرج في 20 فبراير كان الشباب متحضر جدا. هذا الشيء اللي هذا ومازال كيرد علينا بأنه متشبدون بالمقدسات. شد يعني إنهم متمادون، وأشكر ونشكرهم وأشكرهم على هذا التمادي، لأنه بكل بساطة وهذا اللي خص ما بغاوش يعرفوها. النظام إلى ما يقدرش أنه يكون مرن، يعني أن يتغير بتغير الواقع والظروف، فأكيد أنه يعني يصبح متصلب، والحاجة المتصلبة ما كاينش عندها حل، ما عندها حل إلا تهرس. وهذا الشيء اللي بغاو يوصلوا لها المغاربة. المرونة هي أن التكيف مع الواقع. الديناصورات كانت قوية، كانت يعني هي أكبر المخلوقات على الأرض، ولكنها لم تستطع التكيف مع تطورات الطبيعة ولذلك انقرضت. وهذا وهذه هي الخطوات اللي غادي فيها النظام السياسي، هو أنه غادي الإطار ديال العملية يتهرس، ماشي غادي يتكيف. الناس المغاربة لأنه كان نوع من التوافق على أنه يكون مساج، يا إما أن تتكيف يا إما أن تنقرض. وهذا اختيار، يعني اختيار، وهذا ليكسيبسيون ديال المغاربة، هي يعني المغرب فيه ليكسيبسيون هي هذيك. هما ما بغاوش يقولوا ديجاج، جات حشومة،
ما كنكونوش رغم يعني الفظاعات اللي النظام الملكي اللي دارها في المغرب واللي كان يعني سببها انطلاقا من الحمايه اللي هو انه من وقع الحمايه ثم انه من يعني من اسس للخيانه ديال اكس ليبان ثم انه هو الذي سيطر على كل شيء اقتصاد والسياسه وهذا ورغم ذلك كان قلب المغاربه كبير. طبيعه الحال مايا عمليا ماشي خاص دابا التصعيد، عمليا التصعيد الان غادي يكون هو سيد الموقف، غادي يكون سيد الموقف لان هذه العمليه الان اللي كيدير اللي دارها بهذا الخطاب هو عمليه هروب الى الامام. وشوف حتى على العمليه ما كاين لا مشاورات ما كاين علم ما كاين كذا، هاك سيخاطبكم هاكم يلا. هل المغاربه كلاب؟ هل المغاربه كلاب كي يطرم لهم عظم؟ هاي طرم لهم العظم هاكم يلا، هادشي اللي بغيتو الخشب بيش الاوباش ما بقى يقول لا غير هاكم الاوباش يلا سدوا عليا سميتو ديالهم. هادشي اللي عوض انه تعطى الوقت انني يعني ان ان انني يعني قرات الخطاب ديال الشباب وديال الحركات وان يعني النقاش الجدي سيبدا وكذا وكذا وسنقوم باقاله بعد هذوك الوزير نديروا شي واحد يعني انتقال حكومه انتقال وطنيه ويعني الناس تشوف بانه فعلا راه كاين اجراءات يعني اوليه. اما الان فهذه لعبه ديال اللعب على الوقت، اللعب المراهنه على الوقت، كيقول بان خليهم راه هذه فوره غضب ما غادي تكون الا تمشي في حالتها اصلع اللي غادي ترجع للامور الى مجراها. وانا ذاك غادي يخرج عاود ثاني العصا يبدا يقطع في عباد الله واحد مورا واحد. ولكن خاطئ خاطئ خاطئ، انتهى زمن ديال المساومات، انتهى كذا. هذوك مطالب كانت يا اما ان تقبل كامله او ترفض كامله. ما كاينش الترقيع، ما كاينش يعني انصاف الحلول، انصاف الحلول خليناها اكزاكتومون يا ليل اكزاكتومون. انه قال لك توسعها مش الحريات والعصا كيشدوها عباد الله في نفس اليوم، في نفس اليوم في اليوسفيه الناس كتشد العصا في نفس اليوم قال لك توسعها مش الحريات. شنو هذا؟ شنو هذا؟ اخويا فريد ماشي غير تناقضات في الدستور، والنظام كله تناقضات، راه مصيبه راه مصيبه الدستور راه فيه ماشي غير تناقضات وماشي غير يعني كيشرق ويغرب. ما تعرف واش انت في دوله مسلمه ولا دوله ماشي مسلمه، واش دوله فيها القانون ولا ما فيهاش. مره القانون يقول لك يطبقوا على الجميع ومره القانون كيقول لك راه مرفوع على 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 شخصيات وعلى ناس، ومره يعني يعني ذاك الفوضى، الفوضى هي اللي كاين. ومن هذه الفوضى مره يقولوا وهذيك النكته ديال الى دخلتي للجامع يشدوك ولا خرجتي من البار يشدوك، يعني تقادات بحال بحال. يعني ولات العمليه ديال التقدير، القانون ولا سلطه تقديريه يعني كتمارس بالطريقه اللي. على كل حال الاخوان اينما كنتم لا تراجع، لا تراجع، لا تراجع. ما كاينش تراجع من هذا الشيء، يعني فلنستمر في كل الاشكال ديال النضال، نستمر في الاشكال ديال المواجهات ديال هذا بكل يعني بما اوتينا من قوه. اكزاكتومون فريد، يعني انه يجب ان تستمر، يجب التعبئه ل 20 مارس. 20 مارس سيكون يعني الدرس الاكثر يعني يكون باكثر قوه. وقبل 20 مارس يجب ان يتم يعني تكثيف النقاشات، تكثيف التنسيقيات بين المناطق حتى نخرجوا من نوع من الفوضى ونوع من الارتباك اللي كاين بين التنسيقيات على المستوى الوطني ولا على المستوى الخارجي. يعني راه التراكم الان كان ادي وراه الامور كتقدم مزيان بشويه بشويه، واعتقد بانه ما احنا شيء زربانين كي قال لك لا شيء ما عندنا ما نخسروا، اللي ما عنده ما يخسر راه ما عنده ما معذره يا اخوان. تحيه لكم جميعا.